المجتبى علم الهدى وتاج التقى، نبي علم المتعلمين، فهو سيد الأولين والآخرين وإمام كل إمام ولي كل ولي، أعظم رسول ونبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلنا الآن إلى مسك الختام في هذه الليلة القرآنية، ليلة تكريم الأم والجدة الغالية فقيدة عائلات وسلان وعائلات خطاب الأقمي، مشاركة للحاج وجيه عثمان خطاب، ومشاركة للأستاذ ضياء خطاب والأستاذ أسامة خطاب، ولأعلام الواجب الأقمين الأستاذ محمد أسامة خطاب، ولعلم الواجب والأدب وصاحب الواجب الأستاذ محمد ضياء خطاب، ولفضيلة الشيخ العلم الشيخ عثمان خطاب. في هذه الليلة القرآنية التي تنقل عبر الهندسة الإذاعية مخازن الفراشة لؤلؤة الأنوار حج سامي أبو الفتوح وأولاده الأعلام، وشاكرا أيضا للخدمات الفندقية العالمية المتر مصطفى الحطيمي، هذه الليلة تنقل بالدقة والإيضاح عبر قناة عميد مصورين مصر المهندس العالمي الحاج ناصر صلاح والخلوق صلاح ناصر صلاح. هيا بنا لمسك الختام. هيا بنا لمسك الختام وعلم من الأعلام جميل بصوته العزم في صورة إبراهيم والأنعام، شوقنا لسماع والده يزيد، ولكن اليوم هو سيمتعنا بصورة الحديد، قارئ لا أزكيه على الله أنه من الأشراف، فهو الجميل في صورة الأعراف والأحقاف وصورة قاف، قارئ يتلو القرآن بالدقة والإحكام والإتقان، فهو صاحب صوت القرآن في صورة الفرقان وصورة الرحمن، تعلم في الجامعة والآذان له سامعة، فهو الجميل في صورة الواقعة حينما يكون مع والده في بلد، فالأقدام لسماعه وسماع والده مسارعة، فهو الجميل في صورة القارعة لياليه مليئة بالنفحات، فهو الجميل في النازعات والعاديات والموسلات، قارئ يتلو القرآن بالإحساس، فهو الجميل في صورة الناس، ربي للنبي أجمل من خلق، وعلم سيدنا رسول الله في صورة العلق، وقارئنا جميل في تلاوة صورة الفلق. فضيلة العلم القرآني الكبير وابن العلم القرآني الإذاعي الكبير الذي دائما يصطحب الآذان والقلوب حينما يذهب لأداء قرآن الفجر، وحينما نشاهده عبر شاشات التلفزيون المصري وعبر القنوات الفضائية والإذاعية، والده لقب بقارئ الروايات والمقامات وقيصر النغم، له العديد من الألقاب، لذلك ابنه جاء مؤديا للواجب ومشاركا لآل خطاب، ولأن ابنه دائما في وجهه السماح فيظهر الليلة عبر قناة عميد المصورين ناصر صلاح، ولأن ابنه دائما منفوح فيمتعنا من خلال الهندسة الإذاعية للحاج سامي أبو الفتوح. فضيلة القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم الشيخ عبد الله محمود علي حسن، لا تسألن أين أنت ذاهب أو جاي، فإنه ابن بلدة بهنباي، آيات الواحد القهار من قرية الغار، فلا تسألن عن القارئ لأنه يمتع الآذان كصوت يجي من خلال ماء الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين
ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن
ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة لا والله أكبر
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة على روح الأم والجدة الغالية في هذه الليلة القرآنية التي استمعنا واستمتعنا فيها بمسك الختام من علم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وابن قيصر النغم لمصر والوطن العربي فضيلة القارئ ابن القارئ والعلم ابن العلم الشيخ عبد الله محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهنباي الزقازيق شرقيا مشاركا عائلات خطاب وعائلات أسلان الحج وجيه عثمان خطاب الأستاذ ضياء خطاب والأستاذ أسامة خطاب علم الواجب الأستاذ محمد أسامة خطاب والأخ الحبيب صاحب الواجب الأستاذ محمد ضياء خطاب والداعية الإسلامي الكبير الشيخ عثمان خطاب شاكرا باسم آل خطاب وآل وأسلان إلى فضيلة الشيخ محمد الشافعي فضيلة الشيخ السيد يوسف مجاهد فضيلة الشيخ مصطفى السيد غنيم وكل أعلام دولة التلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد موسى عجيبة وكل أهل القرآن جميعا شاكرا لهم وشاكرا للعمدة علم الواجب الحج حماد الشتي
عمدة الواجب في كل مكان وحبيب أهل القرآن. نحن نسأل إذاعية مخازن الفراشة لؤلؤة الأنوار حج سامي أبو الفتوح وأولاده الأعلام أصحاب الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية المتميزة والمتنقلة عبر المحافظات، شاكرا للخدمات الفندقية العالمية المتر مصطفى الحطيبي، أما هندسة تصوير الهواء للمبدع والعالمي عميد المصورين الحج ناصر صلاح والمخرج المتميز والمتألق دائما في البث المباشر والتصوير الجوي الطائر مهندس صلاح ناصر صلاح. شاكرا باسمهم جميعا وباسم آل خطاب وآل وسلان إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء، وباسم الأخ الحبيب الأستاذ محمد ضياء خطاب والأستاذ محمد أسامة خطاب والداعية الإسلامي الكبير الشيخ عثمان خطاب، شاكرين لكل من جاء وقدم واجب العزاء. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زووه، ومن جاء فهو سابق بالواجب لأن آل خطاب دائما حاضرين وليس فيهم واحد غائب.